بدأت قصتي مع اللغة اليابانية مع الانمي، هما يعني هما اللي علموني كيف نهضر بالجابونية، وزيد دولينجو تانيك كان مساعد اني نتعلمها. بيهم اللي قدرت نتعلم هك كلمات اساسيه ونقدر نكون بها جمل ونسال بها ونسقسي بها على الحال وعلى الوقت وإتو. هل تعرفي تكتبي بالحروف اليابانيه؟ اكيد نعرف نكتب اكثر حاجه الهاريغانا، ومتعلمه نصهم، وان شاء الله الكانجي. واش يعجبك في الثقافه اليابانيه؟ اللي يعجبني في الثقافة اليابانية اللغة تاعهم، اللبس تاعهم، طريقة كلامهم وثقافتهم. الحاجة اللي جذبتني ليهم هو الرمز تاعهم، يعني رمز للسلام ومتفتحين على الناس ولطفاء مع الناس. وزيد الثقافة تاعهم عريقة، مثلا اللبس تاعهم اللي اسمه الكيمونو ولا كؤوب الشاي يسمها كاتوشي ولا كاموتشي، للعيد الأكل ياكلوا بيهم.